استعدادات مهمة جدا بيجرى فريق النادي الأهلي النهاردة بعد المران الأول والعودة إلى طبعا فندق الإقامة. المران كان على ملاعب المدرسة الإنجليزية في أوغندا وتحديدا في كامبالا، ورجعوا في استشفاء. طبعا كابتن أليس الشعلاني عمل استشفاء النهاردة للاعبي الفرقة طبعا من السفر والإجهاد علشان يكونوا اللاعبين جاهزين بالشكل الأمثل. طبعا حرص اللاعبون على اداء التدريبات الاستشفائيه تحت قياده التونسي انيس الشعلالي. اكيد لازم نروح لاوغندا ولازم نستقبل تليفون مهم جدا علشان نعرف كل التفاصيل وكل الاجواء في اوغندا. عشان كده معانا على التليفون مراسلنا كريم احمد من اوغندا. كريم مساء الفل عليك. تحياتي ليك يا زميلي ايهاب، وتحياتي طبعا لكل مشاهدي قناه الاهلي. الأخبار طمنا عليك وعلى البعثة والتدريبات النهاردة وطبعا اليوم الأول واليوم الثاني، وإزاي الفريق بيستعد للمباراة الهامة؟ أطمنك كده من إيهاب، الأمور هنا يمكن بتسير على أكمل وجه، الأمور مطمئنة بشكل كبير منذ وصولنا إلى مقر إنتيبي. يمكن كان في تجهيزات كبيرة جدا من السفارة المصرية هنا وتنسيق كبير مع المهندس خالد المرتجي رئيس البعثة، وأيضا كمان الكابتن سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي. الحقيقة بيقوموا بدور كبير جدا لتذليل كافة الصعوبات اللي ممكن تواجه فريق النادي الأهلي. فندق الإقامة تم اختياره بشكل مميز جدا، بالفعل يمكن فندق مميز بيسهل بشكل كبير زي ما قلنا قبل كده الأمور الخاصة بالفريق، ما يبقاش في تركيز إلا في الفنيات فقط إلى غيره، ودي حاجة رائعة طبعا بتساعد اللاعبين والجهاز الفني بشكل كبير على التركيز في التدريبات. النهارده زي ما انت قلت فعلا اليوم الاول لتدريب النادي الاهلي على احد الملاعب اللي هي مدارس البريطانيه هنا في العاصمه كامبالا. كان اعطى الكابتن حسام البدري امس راحه بعد رحله طبعا الشاقه من دبي الى اوغندا. كابتن حسام كان قرار صائب ان هو طبعا يريح اللاعبين، لانه الطياره طبعا زي ما قلنا صعب شويه، المجهود كبير، سفر الى دبي ثم بعد كده اوغندا. يمكن كزميلي كنت موجود كمان في مباراه الزمالك، كابتن حسام جالي وشفت طبعا يمكن التوقيت والسفر من دبي. انا عايز احييك يا كريم على عايز احييك على الشغل المميز جدا اللي انت عملته طبعا في مهرجان الكابيتانو، واللي طبعا بنعرضه على قناه النادي الاهلي، في مجهود كبير جدا وفي تقارير مميزه جدا على مدار اليوم والبرامج، وبشكرك وبشكر كل فريق العمل. اشكرك زميلي ايهاب، وكلنا طبعا في حب كابتننا كابتن حسام غالي، اكيد طبعا هنفتقده بشكل كبير، لكن منتظرين ان شاء الله خلال الفتره القادمه يكون في منصب مميز داخل النادي الاهلي. ارجع معاك كمان لمباراه الاهلي وكامبالا، وهي المباراه الاهم والاقوى ان شاء الله في كاس النادي الاهلي في مشواره القادم. منذ لحظات عايز اختم معاك ان كابتن حسام البدري اختتم بعد العشاء محاضره فيديو كانت هامه جدا للنادي الاهلي، كان فيها تركيز كبير على مباراتين هنا في الدوري، وايضا كمان المباراه الاخيره لفريق كامبالا. الكابتن حسام بيدرس بشكل كبير ومهيئ اللعيبه بشكل كبير، وعايز اقول لك هنا في تركيز كبير جدا في معسكر فريق النادي الاهلي منذ وصولنا الى المطار. اللعيبه فصلت بشكل تام عن المباراه الوديه وعن المباراه الرسميه وهي مباراه كامبالا، رغم الظروف اللي بتقابل النادي الاهلي من اصابات ومن عوده لاعبين كانوا متواجدين في مباراه اياكس الهولندي، فقدان طبعا علي معلول وكريم نيدفيد بجانب اجاي ووليد ازارو. لكن الشيء المطمئن كمان اللي انا عايز اطمئن بيه كل جمهور النادي الاهلي، النهارده شفنا عنده السوليه بيأدي بكل قوه في التدريبات الجماعيه، وايضا شارك في التقسيمه النهارده. عمرو السوليه كان عنده طبعا ايه شد في العضله الاماميه، اشتكى منه طبعا وغاب على اثارها خلال الفتره الماضيه، لكن في فرصه كبيره ان شاء الله لعمرو السوليه يكون متواجد في التشكيل الاساسي او يكون على دكه البدلاء. النهارده كمان الكابتن حسام كان مركز بشكل كبير على بعض الفقرات البدنيه مع انيس الشعلالي، 25 دقيقه حاول فيها كابتن حسام يستعيد اللاعبين. طبعا ليه الاجواء هنا صعبه شويه، الرطوبه هنا 85% ممكن يبقى لها تاثير شويه على لعيبه النادي الاهلي، لكن عارف ان احنا متعودين ولاعيبه النادي الاهلي متعوده على هذه الاجواء. لكن الكابتن حسام بيحاول ان هو طبعا يتدرب في ميعاد المباراه اللي هو هيكون الساعه 3 عصرا بتوقيت القاهره، 4 عصرا بتوقيت كامبالا. الملعب اللي احنا اتمرنا عليه النهارده قريب شويه نزلته من ملعب مانديلا اللي يقام عليه المباراه. طبعا ملعب مانديلا الوطني ملعب مانديلا الوطني ده اللي هيستضيف اللقاء. بالظبط زميلي ايهاب، ملعب مانديلا الوطني ده في احد المناطق تسمى نامبولي هنا في معسكر كامبالا، والمعسكر بيسع 42,000 مشجع. لكن الحاجه كمان الكويسه في صالح النادي الاهلي ان احنا من خلال استفسارنا من اعضاء السفاره ومن السفير كمان بشكل شخصي قال يمكن المباراه في نص الاسبوع، كمان التذكره يمكن غاليه شويه، حاولنا نعرف رقمها لكن ما حاولناش نعرف الرقم بالظبط. 1000 مشاهده، في جمهور كتير او مش هيبقى في جمهور بشكل كبير يكون متواجد في المباراه. انت عارف ان لعيبه الاهلي ما بتفرقش معاهم حته الحضور الجماهيري، هم متعودين على الحاجات دي.
ده كان ردي عليه بالفعل، واحنا وانا بسجل معاه قلت له جمهور النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي عندها هدف واحد وهو العوده ان شاء الله من اوغندا بثلاث نقاط، امنين جدا في مشوار النادي الاهلي. اختتم الكابتن حسام التدريب مع انيس الشعلاري مع الكابتن محمد ابو العيله ببعض التدريبات اللي استشفى، كان في مقصف ثلج النهارده كمان فور وصولنا الى فندق الاقامه، الامور ماشيه بشكل طيب جدا. غدا باذن الله هيكون في المؤتمر الخاص بمباراه الاهلي وكندالا سيتي الساعه 3 عصرا بتوقيت اوغندا في ملعب مانديلا اللي هيقام عليه التدريب الثاني على هذا الملعب، هيكون التدريب الاول للنادي الاهلي والتدريب الثاني هنا في اوغندا. ان شاء الله الكابتن حسام يكون في معاينه الملعب بشكل كبير، لسه ما شفناش الملعب زميل غياب، لكن بيقول ان ارضيه الملعب مجلتها قصيره شويه، مفيش مطبات كتير، لكن لابد طبعا ان احنا طبعا رؤيه الملعب، وكابتن حسام يشوف الملعب بشكل النهارده غدا ان شاء الله بشكل خاص، وان شاء الله يكون التوفيق مع النادي الاهلي في هذه المباراه يسبق المؤتمر للكابتن حسام المؤتمر الخاص بفريق قنبله اللي هيحضره طبعا المدير الفني مستر مايك، ده اللي هيكون الساعه 2، يخلص الساعه 2:30 ويدخل بعديه النادي الاهلي ان شاء الله مع كابتن حسام البدر وكابتن طلعت حفيظ الى المؤتمر الصحفي. الامور زي ما بقول لك مطمئنه، الامور ماشيه بشكل جيد، ينقص ان شاء الله يكون يوم المباراه يوم الثلاثاء ان شاء الله باذن الله يكون الجو مظبوط، لان يعني الجو هنا زي ما بقول لك الصبح بيبقى حر بالليل بيبقى برد، لكن الرطوبه هي اللي بتبقى مؤثره شويه. بنتمنى ان شاء الله يكون يوم المباراه الجو العام مهيئ ان شاء الله للنادي الاهلي ليؤدي اداء اكثر من رائع باذن الله زي ما بيقال. ان شاء الله يكون يوم مميز جدا، وانت مدتنا طبعا بتفاصيل بشكرك عليها مفصله، لكن عندي تصريح للدكتور خالد محمود بيؤكد على جاهزيه صلاح محسن وانه جاهز لمواجهه كامبالا. بالفعل زميلي ايهاب بنأكد على صلاح محسن ايضا، النهارده كان ظهر بشكل رائع وكان بيحيي النهارده الكابتن حسام، اشترك في اكثر من كوره، جاهز بشكل كبير هو وعمرو السلام، النهارده كنا مركزين معاهم بشكل كبير ان احنا نشوف حالتهم البدنيه وحالتهم الفنيه، النهارده باشاره كبيره جدا ان هم ان شاء الله جاهزين، ويبقى طبعا الرؤيه الفنيه للكابتن حسام البدري بالدفع لصلاح او عمرو السليه او ابقائهم على دكه البدلاء، لكن كل اللعيبه عندها تركيز كبير جدا زميلي ايهاب، وده اللي بناكد عليه كل جمهور النادي الاهلي، مباراه هتكون ان شاء الله من نصيب النادي الاهلي، وده اللي احنا لامسينه من معسكر فريق النادي الاهلي هنا في كامبالا. كريم، اكيد لاعبي النادي الاهلي واللاعبين متابعين ما يحدث، طبعا اعلان قائمة المنتخب، عدد من لعيبة كبير من النادي الأهلي موجود وعدد آخر كان نفسه يكون موجود، هل في رد فعل على إعلان القائمة من اللاعبين، خاصة أننا في اثنين حراس مرمى كابتن محمد شنو وكابتن شريف إكرامي في عدد من اللعيبة، وفي البعض اللي كان يمني نفسه بسبب مستواه العالي زي السولية وعدد من اللعيبة مش موجودين في القائمة، فهل في ردود أفعال حول هذا الشأن؟ والله يا زميلي ايهاب يمكن ردود الافعال للعيبه اللي اختيرت للمنتخب ده يمكن باين على وجوههم كلهم طبعا ان في سعاده كبيره طبعا لتواجدهم في المنتخب، لكن عايز اقول لك برضه ان في التركيز الخاص بمباراه كامبالا، لكن واضح الرضا على بعض اللعيبه طبعا اللي متواجده في القائمه. طبعا في لعيبه كتير كنا بنتمنى تكون متواجده في المنتخب، لكن برؤيه فنيه مستر كوبر ما اقدرش اقول لك ان اللعيبه مستائه او بعض اللعيبه متضايقه، لكن ده اكيد يمكن باكد لك، لكن مش واضح على وجوه اللعيبه، لكن في بعض اللعيبه طبعا كانت بتتمنى ان هي ظاهره بشكل مميز جدا وبتأدي اداء رائع جدا سواء في بطوله الدوري او في بطوله الكاس، لكن دي طبعا بتبقى رؤيه فنيه لمستر كوبر، لكن بقول لك اللعيبه النهارده اللي كانت تم اختيارها في المنتخب سواء شيء اكرامي او الشناوي او سعد يمكن باين على وجوه النهارده الرضا، وبنتمنى طبعا من كل لعيبه النادي الاهلي المتواجده في المنتخب وايضا كمان اللي لم يحالفهم الحظ يكونوا متواجدين خلال الفتره القادمه زي الجهاز. عمرو السليه النهارده شارك في التدريبات وانتظم، طبعا هو كان يعني في الامارات بيتدرب شويه ولكن النهارده وكمان كان ختم التمرين او اختتم التمرين بتقسيمه في منتصف الملعب، قسم الفريق يمكن فريقين، استشف فينا يمكن نقدر نقول استشف فينا بعض العناصر اللي ممكن تكون متواجده، مش عايزين طبعا نظلم بكده، لكن الكابتن حسام حاول ان هو طبعا يخفي النهارده ملامح التكتيك، لان النهارده كان في الاعلام الاوغندي متواجد النهارده ياخد بعض اللقطات، سمح له النهارده الكابتن حسام ان هو ياخد ربع ساعه من المران، لكن اقدر اقول لك يمكن الكابتن حسام النهارده محمد هاني مع حمد مجيد سعد سمير صبر الرحيم في خط الظهر، شوف النهارده احمد فتحي وحسام عاشور في المنتصف، على اليمين بكماني، على الشمال وليد، على الشمال اسلام محارب، وليد سليمان ومروان محسن، نقدر نقول ان دي يمكن اقرب جدا بطريقه بنسبه كبيره جدا ان لم يكن تغيير او تغييرين على الاقل في هذه التشكيله، لكن دي التشكيله الاقرب ان احنا النهارده شفناها من خلال التدريبات ومن خلال التقسيمه اللي اختتم بها النهارده الكابتن حسام البدري المران الاول لفريق النادي الاهلي.
طبعا زميلي كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي في كامبالا، بشكرك على تقرير واضح جدا وضحت فيه كل النقاط، وبشكرك على دائما على شغلك المميز انت طبعا ومجموعه العمل. شكرا جدا زميلي ايهاب، ودايما موفق باذن الله. شكرا يا كريم. اكيد كريم حطينا عدد من